السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم اليوم جيت لكم بوصفة شير او ما يسمى بالبطبوط. الصراحة كيجي زوين ودغيا كيوجد. المهم دوزو معايا المقادير. فيه جوج سلايف ديال الطحين وزلافة ديال الطحين ديال الصرح، دير بحال شكل الفينة. إلا لاحظتو ها كيجي زوين. مع عندنا جوج معالق ديال الخميرة ديال العجينة والملح على حسب الطوق والما دافي. صافي يلا لاحظتو. حولت هنايا فهاد البصريه هادي باش تخمر ليا. غنغطيها بالسلوفان دابا وندير عليها شي منيدير ونخليها حتى تخمر. وانتم معايا ها انتم البنات كتشوفوا من بعد ما خمرات ليا العجينه، شوفوا غادي نقطعوهم صغار وغادي انا نقرصهم من عندك الفينو. من الاحسن انا عندي الفينو ديال الزرانيت، غادي نقرصو غير بيها. الصراحه كيجي زوين. غنلولبهم دابا وغنقرصهم وانتم معايا. شوفوا كنقرصهم انا ضروري بشويه الماء، الماء ولا الزيت اللي بغيتو. من الاحسن انا كندير الماء، الزيت حيت اصلا غنخبزهم بالزيت. نديرهم دابا بالماء وانا غنديرهم غير صغيرين، ما غنديرهمش كبار بزاف تيا وعلى حساب شنو بغيتو. انا كنجبوني بغيت نديرهم صغار صغار، الصراحه كيجيو احسن. هذا تقدري ديريهم حتى يعني الا كنتي مزروبه على الخبز ولا هادي. هذا الصراحه ما كيتخبزو دغيا، كتخبزيهم غير في المقله كيجيو زوينين. المهم البنات هذه اخر وحده بقات ليا، غادي نسالي غادي نحطهم هنايا ونخليهم يخمروا ليا. يطلقوا ماشي يخمروا، غير يطلقوا واحد شويه وغادي نرجع واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق بحال هكاك وغادي نرجع باش
باش نقرصهم ونخليهم تاني يخمروا. الصراحه دغيا كيخمروا ما كيخصهمش الوقت بزاف، دغيا كيخمروا. وانتم معايا هانتوما البنات، من بعد ما طلق لي هذا المخمر هذا الشيار، ماشي مخمر الشيار، راح نقرصو ونخلي تاني يخمر ليا شويه. هانتوما البنات كيما كتشوفوا معايا، انا نحت الاولى دهنتها بشويه ديال الزيت ونحتها. دابا غنرش ليها تاني شويه ديال الزيت من الفوق، ماشي شويه ماشي بزاف، وغنعاود تاني نقلبها حتى تحمر ليا من الجهه الاخرى. هاكا البنات كيجي خفيف وكيجي زوين، تقدروا ديروه في الفطور في الكراط، تجي صراحة زوين وخفيف، هو تقدر ديري بلاصة الخبز. هانتوما كيف ما كتشوفوا درت ليها شويه الزيت من التحت، نعاود ندير لها شويه الزيت من الفوق. صافي غادي نتسناها غير تنفخ ليا شي شويه. المهم البنات انا غنكمل بالخبيز وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. الصراحه كيجي زوين، انا يايا طات ليا وحتى هانتو شوفوا كيفاش كيجي. انا اللي كيجي زوين، كيجي خفيف، كيجي خفيف. ها نبداو ندير كيفاش الصراحه ما تيهزش معاك الوقت بزاف. شتي من الوسط كيفاش كيجي داير؟ الصراحة كيجي زوين وخفيف، هادي بقا سخونة وخفيف، وكيجي بنين في نفس الوقت كيجي زوين. نتمنى البنات ينال الإعجاب ديالكم وغير جربوا، الصراحة راه صادق 100% وكيجي زوين. نتمنى تدعموني بابوني وما تنساوش لايك، وشكرا على المشاهده.